أكيد سالي، محطتنا الأولى لليوم من عالم الفن يلي بيجسد دائما الرسائل الإنسانية والحضارية في سوريا، محطتنا الأولى لليوم من المسرح الراقص الذي يعد أبو الفنون والذي افتتح به مهرجان الشام، بتجمعنا طبعا مع المخرج علي حمدان صاحب الرؤية الإخراجية المميزة ومدير فرقة جولنار للمسرح الراقص. صباح الخير، صباح أهلا وسهلا فيك، صباح يعطيكم العافية على الافتتاح. أهلا وسهلا فيك، شكرا. يسعد صباحك أستاذ علي. بداية بدنا نهنيك بافتتاح مبارح الشام بتجمعنا. دائما بيكون في عنا مثل هيك خوف، الخوف هذا لا يتكلل بالنجاح، وإن شاء الله هيك مبارح كان كثير افتتاح حلو. كنا حاضرين طبعا كبير الإخبارية السورية واكبت افتتاح المهرجان، خلينا نحكي شوي أكثر عنه. أول شيء هذا الكلام بيسعدني، يسعد صباحكم. أهلا وسهلا. وأكيد الخوف هو دليل على حرص، والنجاح بعد هذا الحرص بيكون كثير ممتع حقيقة. نحن من فترة ما أنا بعيدة حقيقة عم نكون باجتماعات مع اللجنة المنظمة لهذا المهرجان اللي هو الشام تجمعنا، اللي كان مسؤول عن موضوع التنظيم الأستاذ نزير الحفار. كيف بدنا نطلع مهرجان الشام مختلف عن السنة الماضية؟ كيف بده يكون بألق أفضل؟ كيف نستفيد من أخطاء الماضي ونبني عليها لحتى يطلع هاي السنة بصورة أجمل؟ نعم. وإن شاء الله نكون وفقنا، يعني أنا ما فيني أقول عن هذا الكلام أنه أفضل، أو هذا الكلام بيقيمه الحضور والجمهور أكيد المتابع لهذا الموضوع، لكن حرصنا على أنه يكون فعلا العنوان اللي هو الشام تجمعنا يكون بحفل الافتتاح الفني. يعني نحن انطلقنا من الشام إلى سوريا، نعم. من الشام إلى كل المحافظات السورية. نعم. نحن لما بنقول الشام تجمعنا، نحن بس ما بنعني فقط دمشق، نحن بنعني كل سوريا حقيقة، من هذه العاصمة اللي هي أقدم عاصمة في التاريخ. لما عم نحكي عن دمشق 8000 سنة، فنحن بحاجة لحتى نقدمها بالطريقة التي تليق بها حقيقة، إن كان للجمهور اللي داخل سوريا أو الجمهور اللي خارج سوريا. نعم. فكنا بحفل الافتتاح مثل ما قلت عم نحاول قدر المستطاع نقول قديش نحن شعب يمتلك تراث، يمتلك حضارة، يمتلك جملة من العادات والتقاليد بحكم التنوع اللي موجود في سوريا أصلا. يعني قدر المستطاع خليني أقول ما فيكي بنص ساعة حقيقة تختصري الإمكانيات اللي موجودة خليني أقول في سوريا أو في دمشق خصوصا، لأنه نحن يعني حضارتنا مثل ما قلت لآلاف السنين. نعم. نحن عندنا تعدد بالإثنيات اللي موجودة عندنا، خلق بالضرورة هذا التنوع بكل شيء حقيقة، وبالتالي بنحاول يمكن نرضي نحن جميع هي الأطياف. صحيح. نرضي أيضا جميع الأذواق. واليوم بما أنه في للفن دائما رسالة على اختلاف أنواعها من أدب وفن ومسرح راقص وتمثيل إلى آخره، اليوم رسالتكم شو كنتوا حابين توصلوها إن كان لسوريا أو للشام؟ نحن عم نبحث عن الهوية. نعم. عن الانتماء. نحن في ظل هاي العولمة صار في حقيقة العالم، يعني هي جملة متداولة، قرية صغيرة. نعم. لكن وين الخصوصية اللي بيمتلكها هذا الشعب السوري؟ وين الخصوصية اللي بنمتلكها نحن اللي بتميزنا كعرب، خليني أقول إذا ما بدنا نحكي فقط كسوريين، كعرب عن الغرب؟ نعم. في عادات وتقاليد بمجتمعاتنا العربية خلقت هاي الحميمية اللي مثل ما قلت بتميز عن الآخر. كيف بدنا نحافظ عليها؟ كيف بدنا نحس بهذا الانتماء؟ كيف بدنا نحس بأنه نحن نمتلك شيء يعني من حقنا أنه نفخر فيه؟ نعم. وهذا الشيء اللي من حقنا أنه نفخر فيه هو صنع في سوريا. أكيد. صنع يعني عقول سورية. نعم. بمبدعين سوريين. هذا التراث الجميل بنفس الوقت بدنا نحاول نقدمه بصورة لائقة، لأنه نحن ب 2019 الصورة البصرية لازم تكون مختلفة، الطرح لازم يكون مختلف. يعني عادة التصور عن الفلكلور أنه هو ممكن يكون دقة قديمة أو فولجير أو لا، حقيقة الفولكلور هو حالة من الجمال صعب أنك تلاقيها بأي مكان، صعب. واستحضار هذا الجمال بحاجة لإبداع، بحاجة لتعب، بحاجة لجهد حقيقة. صحيح. حرصنا على أنه نحن نكون يعني من الأشخاص، ونحن أصلا يعني بحكم فرقة جولنار عندها مشاركات كثير إن كان داخل أكيد. سوريا ولا خارج سوريا حقيقة، كنا حريصين على نقل هاي الرسالة اللي هي له علاقة بالهوية أو الفلكلور السوري أو التراث اللي نحن بنمتلكه إلى العالم بصورة لائقة، لأنه الناس بتحكم عليك من خلال المظهر الحضاري للفنون. يعني الفنون هي واجهة حقيقة لأي شعب، الفن، العلم، الرياضة، أنا برأيي هن مداخل. صحيح. مداخل لقلوب البشر أفضل من كتير أمور ممكن نحن نفكر فيها. صحيح. يمكن حكيت كلمة كتير مهمة، الفلكلور خلينا نقول السوري هو حالة فريدة من نوعها، في كمية كبيرة من الإبداع. صحيح. يمكن بتجذب
كثير من العالم، وبتخلي يلي قاعد عم يتفرج هيك يعيش بهذا العالم، بيطلع من العالم اللي بتعرفي سالي. انا لازم اقول كلمه حقيقه، اللي ما بيحترم ذاكرته وتاريخه ما رح يلاقي حدا يحترمه. يعني نحن اذا ما كنا حريصين على انه نحن نقدم هذا التراث، هذا الكنز اللي بنمتلكه، اللي قلت لكم هو السبب في انه في مجموعه من المبدعين، مجموعه من الاشخاص تعبوا لحتى وصلوا هذا التراث الى زمننا الحاضر. صحيح. اذا ما حافظنا عليه وقدمناه كمان للجيل، ما هذا في جيل هلا عم بيخلق، من حقه انه يعرف تاريخه، من حقه انه يعرف ثقافته، من حقه انه يعرف فنونه، وانه يبني عليها ويطور لحتى يضل يرسم ابهى صوره عن هذا البلد الجميل دمشق. نحن عم نحكي عن اقدم عاصمه مأهوله في التاريخ. كيف بدنا نوصل هذا الجمال الى العالم اذا نحن ما استفدنا من تجربه سابقه لكل شيء سبقونا، واذا ما امننا فعلا انه نحن التراث اللي موجود في سوريا هو تراث مهم وتراث لازم يبقى لحتى نضمن بقاء الهويه الثقافيه. هون بيخطر لي انه اليوم بعالم الحداثه يلي نحن ما بننكره، هذا العالم يلي فعلا نحن صار فيه انفتاح كثير كبير على جميع انحاء العالم، كيف نحن بنقدر نورجي عاداتنا، تقاليدنا، تراثنا بصوره ممكن تكون محببه ومقبوله، ونشد اليوم الجمهور بكل انحاء العالم مو بس بدمشق؟ اليوم هي الحداثه كثير كبيره. صحيح. وبصير في صعوبه اكبر بالتعاطي. شوفي، من حقنا انه نستفيد من التطور اللي حصل. يعني احنا في 2019 في تقنيه بصريه، في رؤيه بصريه، في يعني انت مثلا فيكي تاخدي الجمله الموسيقيه او الجمله الحركيه او الزي او الاكسسوار القديم وتجمليه لحتى يلائم خليني اقول هذا العصر. ونستفيد من الرؤيه البصريه، نحن عندنا صار في اضاءه مختلفه، عندنا شاشات الليد، عندنا كثير تفاصيل، اكسسوارات، كثير افكار، خدع بصريه. نحن من حقنا انه نستفيدها لحتى نوظفها لخدمه الفكره، لحتى توصل للناس. اهم العادات اللي حبيتوا توصلوها، اهم العادات اللي حبيتوا توصلوها. هلا نحن في عندنا كثير عادات بسوريا حقيقه مهمه، يعني مثلا على سبيل المثال استقبال النسوان. استقبال النسوان قد يعني بالبعض بيقول انه كان هذا فقط مجرد انه هي صبحيه بيقعدوا فيها بيشربوا قهوه وبيحكوا بدردشوا. طيب انا في يوم من الايام استقبال النسوان كان هو بفترة الاحتلال الفرنسي أهم عامل لنقل المعلومة إلى الأشخاص الوطنيين، لحتى يعني شوفي قديش العادة كيف ممكن تكون لها تأثير على المجتمع، وكيف ممكن احنا نستفيد منها وناخذ منها هي الحالة الاجتماعية اللي بالنهاية بتعنينا نحن كبلد، بتعنينا كمجتمع. جولانار حقيقة لقبت بسفيرة الفلكلور السوري. نحن عندنا أكثر من 150 سفرة خارج الجمهورية العربية السورية. هلا نحن حاليا عندنا دعوة اجتنا من الكويت، وعنا دعوه من دار اوبرا بكين لحتى نقدم الفرقه، ونحن اصلا ما صلنا اسبوع راجعين من الكويت بعرض لفرقه جولانار. نحن حقيقه نشعر بالفخر لما نروح ونمثل سوريا، لانه نعرف انه نحن عم نمثل شعب وتاريخ عريق حقيقه، وعنا يعني ما بتتخيلي القبول اللي نحن بنشوفه من الجمهور الاخر لما بنقدم عروضنا، في حاله من المتعه، وخاصه عند الغرب يمكن اكثر من العرب. صحيح. يعني في نحن بالحضارة العربية في تشارك، في تشاركية، في تشابه شوي، لأنه إحنا ما كان عندنا لا سوريا ولا الأردن ولا فلسطين، يعني تحسي إنه كله هذا بلاد الشام في حالة من التراث مشترك حقيقة. لما بتروحي بتقدمي هاي العروض للغرب بيشوفوك بطريقة مختلفة، وهن بيحبوا يكتشفوا هذا الآخر، يكتشفوا هذا الآخر من خلال فنونه، من خلال شو عم بتقدمي له أنت، إن كان بالموسيقى ولا الزي ولا الحركة والمسرح الراقص. متعته إنه أنت في عندك أكثر من أداة، يعني أكثر من وسيلة للتعبير. أنت عندك الغناء، عندك الموسيقى، عندك الزي، عندك الحركة، وعندك الديكور، إضافة للتقنية البصرية. فبيخلق بصراحة حقيقة نوع من الجمال. نعم، يعني أكيد مثل ما تفضلت أستاذ علي وحكيت أنه يمكن تم دعواتكم لعدة مشاركات. صحيح. ولكن عندما ترقص جولانار على أراضية بين جمهورها خلينا نقول وداخل مهرجان الشام بتجمعنا، بده يكون له متعة أخرى. صحيح. نحن ما في فنان وما في مجموعة من الفن. أول شيء أنا بدي أتوجه بالشكر حقيقة لكل شخص بفرقة جولانار السورية للمسرح الراقص، لأنه صدقوني هاي العروض الفنية من أصعب أنواع العروض، بدها تعب وجهد متواصل. نحن بروفاتنا من الساعة 1 للساعة 7 بشكل يومي. ما في حدا من هذا الفريق إلا ما قدم وتعب وعرق لحتى إن كان داخل سوريا ولا خارج سوريا يكون بصورة لائقة. مثل ما قلتي، متعته غير لما أنت بتكوني عم بتقدمي لناس بيخصوكي. هلا هي المتعة بالنسبة لنا منقوصة، في عنا الشام بتجمعنا
عطتنا مساحة لحتى نقدم عرض لفرقة نعم. جولانار على خشبة مسرح بقلب عاصمة سورية دمشق. طيب نعم. سؤالي أنا، ليش السورية بعيدة عن عروض مديرية المسارح والموسيقى؟ نعم. ليش فرقة جولانار السورية بعيدة عن عروض دار الأوبرا في دمشق؟ يعني هذا سؤال يوجه إلى مدير المسارح والموسيقى وإلى مدير دار الأوبرا. نعم. نحن كفرقة عمرنا 22 عام، مثل ما قلتي في متعة أخرى لما نحن منقدم هذا الفن، وهو من حق أصلاً أولاً الشعب السوري ثم نطلع فيه للعالم ويشوفوه العالم. نعم. نحن حقيقة صلنا فترة أكثر من سنتين بعد عن المسرح السوري، لكن ليش؟ الفرقة ما إلى ذنب حقيقة. السؤال هذا يوجه لوزارة الثقافة. مع العلم سالي أنه دار الأوبرا عم تضم كمان مثل ما حكينا أنه أهم الفرق، أهم الفنانين، أهم العروض. يعني يبدو بعض الأحيان في عنا مقولة مزمار الحي لا يطرب. أنا من فترة عملت حفل تكريم للأستاذ دريد لحام على خشبة دار الأوبرا. نعم. وكان هذا حفل التكريم إنتاج فرقة جولانار السورية للمسرح الراقص. معناتها كان لكم مشاركة. لا، هذا الحكي قلت لك إنتاج فرقة جولانار السورية للمسرح الراقص. نحن لما عملنا حفل تكريم للأستاذ دريد كان هو عربون رد جميل. نعم. لشخص هو آمن بالفرقة وهو أكيد. أول شخص أعطى حق لهي الفرقة. نعم. الظهور على خشبة المسرح بمهرجان الأغنية السورية عام 1997. نعم. يعني نحكي عن عمر الفرقة 22 عام. نعم. نعم. يعني أستاذ علي صوتك أكيد رح يوصل من خلال برنامجنا، من خلال قناتنا، لكن للإنصاف مثل ما قلنا الشام بتجمع. بتجمعنا وعم نقول هذا الحكي لحتى نكون أكيد العتب على قد المحبة. أكيد سالي، لكن للإنصاف نحن ما فينا ننكر كمان دور دار الأوبرا اليوم وهذا العمل الدؤوب، لكن هذا الصوت وهذا السؤال يكون أكيد رح يوصل. أنا لحتى ما أفهم غلط. نعم. أنا كلامي لإيماني بهذا الدور. نعم. وأنه نحن في غيرية جميلة. يعني نعم. أنا بحق الفنان إذا ما كان في غيور على عمله ما بيصير اسمه فنان. نعم. أنا بحاجة لهي الغيرية وبصراحة. نعم. وأنا والأسر أنه ينعرض بالأراضي يعني السورية بين شعبنا. يعني العروض اللي نحن عم ننتجها بدل ما نحن نروح نقدمها خارج الجمهورية العربية السورية. أكيد. نحن أفضل لأن تتقدم داخل الجمهورية العربية السورية. أكيد، والشعب السوري الأحقية. صحيح. وأكيد رسالتك وصلت، ومثل ما قلنا العتب على قد المحبة. أكيد نحن كسوريين نحن إخوات، ونحن بنضل بضمن بيت واحد. وصلنا حقنا بمهرجان الشام بتجمعنا. أكيد. يعني مثل ما قلت العنوان جمعنا حقيقة. أكيد. وأنا كنت كثير سعيد. أكيد. بمشاركتي بهذا كل العمل. الشكر وكل التوفيق لكم أستاذ علي حمدان. أكيد ما قصرتوا، وكان حفل الافتتاح يعني رائع وجميل. بنتمنى لكم التوفيق بجميع النشاطات، وإن شاء الله يا رب هيك بنشوفكم بدار الأوبرا وبجميع المراكز. شكراً جزيلاً. أنا بتشكر الإخبارية السورية على هذا اللقاء. الإعلام أكيد له دور كتير كبير، ونحن بحاجتكم دائماً. بدونكم كمان نحن ما بنقدر يوصل صوتنا. صوتنا من خلالكم بيوصل، وهذا اللي نحن بحاجة له. نعم. شكراً لك مرة تانية. شكراً لأعضاء فرقة جولانار فرداً فرداً. ناطرين دائماً نرفع اسم سوريا بالعالي بأي مجال بالحياة. شكراً هذا لك. الهم الأول صراحة. أكيد. وهذا الهدف الأول. أكيد. شكراً لك.